فأما ورث نفسه آل لك بين بيعنه رسول الله في الأيام لا موسمية فآمن به سيدة أمين العصر فتعسه من له برضاه وحج من وافل قابل إثنى عشر رجلا وبايعه بيعة خقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت ما قيله وماواه وقدم عليه في العام الثالث سبعا أو وخمسة أو وثلاثة وامرأتان من لقبين الأوسية.